السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مؤتمرنا اليوم نود أن نسلط على الاعتداءات والانتهاكات التي حصلت للشعائر الدينية تغطي لفترة زمنية من 31 أكتوبر 2013 إلى 21 نوفمبر 2013 بما يعادل 20 يوم. مقدمة وددت الإشارة إليها تتعلق بما قامت به جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومن خلال دائرة الحريات وحقوق الإنسان في محرم الماضي من العام 1434 هجرية، في 2012 فقد أرسلت خطابا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهذا الكلام قبل عام من بداية 2013. قالت فيه: لقد جنحت السلطات في البحرين في هذه الأيام، وذلك قبل عام من الآن، إلى منهج صادر بتعليمات من جهات عليا نافذة. هذا ما قلناه، من شأنه إثارة الغضب الشعبي والنيل من جوهر حق الشعب في ممارسة الشعائر الدينية، ويشعر طائفة من المواطنين باستهداف عقائدهم وشعائرهم الدينية دون أن يكون لذلك أي سبب متصل بحفظ الأمن أو سلامة البلاد أو أي من الدعاوى الأخرى، عدا أنه اعتداء على الطائفة مماثل تماما لما حصل في فترة السلامة الوطنية في العام 2011 حسب ما قرر ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر 2011. وقد أرفقت الوفاق حينها مع خطابها قائمة أعدتها دائرة الحريات وحقوق الإنسان شملت 42 حالة موثقة لاستدعاء خطباء ورواديد في العام الماضي، وبعض مسؤولي إدارات بعض المآتم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم، وكان ذلك بشكل مهين إلى درجة أن بعض الخطباء استدعي في اليوم مرتين، وأن بعض الخطباء سئل عن تفسير آية قرآنية وهي: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كان التحقيق يسأل هذا الخطيب: ماذا تقصد؟ فأجاب: اسألوا الله. هذه الخطب التي تتصل بالجانب العقائدي والسيرة والتأريخ والتربية وتفسير القرآن تعتبرها السلطات مما يستدعي الاستدعاء والملاحقة والتضييق على الحريات. لدينا تقرير متكامل يمكن أن نعطيكم نسخة منه فيه التفاصيل الإجمالية لهذه الانتهاكات، ونقول التفاصيل الإجمالية لأننا لا نستطيع أن نذكر تفاصيل قد توقع الضحايا في مساءلات، ولكن أي تفصيل لأي معلومة هنا يمكن تقديمها للجهات التي يثق فيها الضحايا من خارج أي جهة رسمية في البحرين، سواء كانت منظمة حقوقية محلية أو دولية. هذا نتمكن بالفعل من إيصال المعلومات التفصيلية
لأننا لا نتحمل المسؤولية القانونية ولا المسؤولية الأخلاقية حينما يقع الضحايا تحت مساءلة أو وفق مساءلة، لأنه تم ذكر تفاصيلهم في هذا التقرير. خطابنا الأول مع الجهات الرسمية، هذه الانتهاكات حصلت برسم كل جهة رسمية تعمل في البحرين، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة حقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إدارة الأوقاف الجعفرية، ووزارة الداخلية التي هي المتهم الأول في انتهاكات تتعلق بممارسات الحقوق وبممارسات العقائد والشعائر الدينية. كل ما حصل من هذه الانتهاكات لم نجد أحدا، لا من وزارة العدل ولا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولا من وزارة حقوق الإنسان ولا إدارة الأوقاف الجعفرية ولا وزارة الداخلية، جاءت لتقول أن هذا انتهاك يجب إيقافه عند حده. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو مؤسسة رسمية تتبناها الدولة وتصرف عليه أموالا طائلة، من أهداف هذا المجلس التي توجد على موقعه الرسمي الاختصاصات أيضا للمجلس أنه يحافظ على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة ويرسخها ويبرز روح الإسلام السمحة، ويعتبر أن لا بد أن يكون فيه وسطية واعتدال في ما يتم على أرض الواقع. هل قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بردع أو مناقشة أو رفض هذه الانتهاكات التي حصلت في محرم الحرام من هذا العام، والتي تنقسم إلى عدة أقسام؟ لا نستطيع ولا يستطيع أحد حتى من السلطة الحاكمة في مؤسساتها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو الرقابية أو الإعلامية أن يشكك في أن انتهاكات حصلت في هذا العام، لأنه لم يستطع في الأساس أن ينفي هدم 38 مسجدا في العام 2011. لم يستطع أحد أن ينفي حقيقة أن صلاة جمعة تم ملاحقة الناس ومنعهم من الوصول إليها. لم يستطع من السلطة أحد أن ينفي أو أن ينكر أن أعدادا من الذين تم استدعائهم في العام الماضي لا يتعلق الأمر إطلاقا بفعل مشين يهدد أمن الدولة أو يهدد السلم الأهلي أو يعتدي على حقوق الآخرين، غير أن ما كان يتم في العام الماضي كما هو في العام الحاضر هو إحياء لشعائر محرم الحرام. شعائر إحياء محرم الحرام عاشوراء هي ليست بدعة بعد نشوء الدولة في البحرين، هي مؤصلة قبل أن تنشأ الدولة في البحرين في بداية السبعينات، وقبل وجود العائلة الحاكمة قبل 230 عاما. كل هذه الشعائر هي مؤصلة وموجودة في الأساس، فهي لا تفاجئ السلطة بحيث أنها تسمح للمعتدين الذين يأتون
معية قوات أمنية في سيارات تحمل شعار وزارة الداخلية. هناك تفاصيل ستجدونها في التقرير، ولكن كان الاعتداء الصارخ والذي لم تستطع حتى السلطة أن تسكت عنه، وجاءت محافظة العاصمة لتتحدث عن هذا الحدث الذي نعتبره مشينا واعتداء جنائيا يجب أن تقر به السلطات، وهو الاعتداء على سفينة النجاة في قرية الجفير. لسفينة النجاة قصة مؤلمة. أولا، هذا العمل يقوم به أبناء هذه القرية على مدى 8 أعوام. رقم 2، هذا العمل عمل فني تشكيلي ديني بحت. رقم 3، أقيم هذا العمل على أرض خاصة يحق لمالكها أن يتصرف فيها كيفما يشاء. رقم 4، لم يحتوي هذا العمل الفني التشكيلي الحسيني العاشورائي التربوي على شيء غير آيات قرآنية وأحاديث نبوية. لم يكن هذا العمل مفاجأة للسلطات، فحجمه بحجم 22 متر عرضا و11 متر ارتفاعا، وأخذ وقت العمل عليه أسابيع، ليل نهار كان فريق العمل يعمل فيه، ليس في غرف مغلقة وإنما في باحة اعتاد أهالي الجفير أن يقيموا هذا العمل عليه. أنا أتي بهذه التفاصيل لأوضح وبالتالي كنتيجة أفند الكلام الذي ذكر رسميا بأن هؤلاء الناس لم يأخذوا تصريحا بهذا العمل. هذا العمل لم يكن موجها لا لسلطة ولا لفرد فيها ولا لجماعة ولا لأي طرف يعيش في البحرين غير الطائفة التي تحيي عاشوراء الحسين، وتم افتتاحه علنا، وغطى ذلك صحيفة الوسط في اليوم التالي من الافتتاح العلني حينما كانوا يعملون لبناء هذا الصرح الجميل. كان المسؤولون ودوريات المراقبة والمخابرات ومجموعات الإخباريات التي والتعقيب التي منتشرة في البلاد في كل مكان مرت عليهم وهم يعملون، إلى أن جهز وهم يرون القائمون على هذا العمل توجهوا لمركز الشرطة وقالوا حتى لا يقال بأننا عملنا شيئا مخالفا للقانون، نحن نخبركم بأن لدينا هذا العمل نريد أن نستمر فيه. لم يرد أحد عليهم برفض، وكان الرد الطبيعي أنهم حينما يعملون لم يأتي أحد ليمنعهم. ولكن في فجر أو الساعات الأولى من يوم 9 من المحرم ذكرتنا السلطة بأنها لا تستطيع التخلص من أسلوب أو تريد إعادة ذكرى طريقة هدم المساجد، فجاءت بالمجنزرة بالكاركتر وهدمت هذا العمل دون أن تلتزم حتى بقانونها. إذا كانت هناك مخالفة
فعلية فعلى كل المتضررين يا شعب البحرين، هذه لغة السلطة، أن يلتجئ إلى الجهات المعنية ويتظلم. من أنتم حتى تأتوا لتهدموا هذا الملك الخاص؟ بإذن من؟ لماذا لم تستصدروا أمرا قضائيا؟ لماذا لم تستدعوا القائمين على هذا العمل؟ هذا الفعل كان مسا مسيئا لمشاعر أتباع مدرسة أهل البيت، وفي ليلة حساسة من مناسباتهم السنوية وهي ليلة عاشوراء. هل يستطيع أحد أن يتساءل سؤالا عقلائيا منطقيا، ما الذي كنتم ترمون إليه بهذا الفعل في حين أنه تم افتتاحه في يوم ثاني محرم الحرام وبقى لمدة 7 أيام أو 8 أيام؟ هل كان هذا العمل من أجل امتحان صبر وإرادة وعزيمة الناس حتى تقولون بأن هؤلاء ليسوا سلميين أو أنهم فوضويون؟ عقلاء هذه القرية، أبناء هذه القرية اعتبروا أن هذا الاعتداء اعتداء يرتد على السلطات التي ما فتئت تنادي بالالتزام بالقانون، بينما ما فتئت أيضا تتجاوز القانون فيما تريد أو يحلو لها. إذا كان المسؤولون لا يدركون ماذا يعني الاعتداء على الشعائر الدينية، فعليها أن تتعلم ماذا يعني إدارة دولة فيها تنوع ديني عرقي إثني انتمائي أيديولوجي. إذا لم يعرفوا فهم يشهدوا على أنفسهم بأنهم ليسوا جديرين بإدارة دولة عصرية مدنية يحترم فيها الإنسان وعقائده. سئلنا لماذا تقدمتم وقمتم بالانتظار في إطلاق تقريركم للانتهاكات الدينية إلى هذا الوقت؟ قلنا لأن كل صفارات الإنذار التي كنا نستخدمها لإيقاف أي انتهاك حتى لا يتبع بانتهاك آخر لم تنفع، ووجدنا أن هناك تغطيات سواء كانت في وسائل التواصل الاجتماعي أو هناك تغطيات في الصحافة أو تغطيات حتى في بعض قنوات التلفزيون نحن نعتبرها صفارات إنذار حتى لا يقول أي مسؤول لم أسمع ولم أعرف. أطلقنا هذا التقرير لأننا نؤمن بأن السلطات في البحرين لا تريد إطلاقا أن تستمع إلى أحد يرفع صوته برفض سلوكيات السلطة، وتدفعنا قسرا لأن نلجأ دائما إلى المجتمع الدولي. هذا التقرير سيصل كما وصل في العام الماضي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيصل إلى المنظمات الحقوقية، وسيصل إلى المقرر الخاص بحرية الحقوق الدينية ورعاية الحقوق الدينية. ونحن جازمون على أنه من قبل محرم حينما تم الاعتداء على بعض الشعائر أو مظاهر عاشوراء، المجسمات الرايات التي يكتب عليها الحسين أو يا حسين، أو قطع القماشية السوداء المعبرة على أننا نمر بعاشوراء تم الاعتداء عليها، لم يكن هناك توجيها مؤثرا من أحد حتى في الخفاء. قلنا ربما لا يريدون أن يخرجوا في الإعلام حتى يقولوا أن هناك مواجهة ولوما وعتبا يعني علنيا. افترضنا أن يكون أحد من العقلاء في الدولة في السلطة
يتوجه ويقول كفوا عن ذلك، وجدنا أن الموجود معاكسا لذلك، وجدنا أنه لم يكن هناك متابعة إطلاقا، متابعة واحدة لمن انتهك هذه الأشعائر، لأننا لم نسمع أن أحدا تم محاسبته من منتسبي وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية وقفت معه أو اشتركت معه. نستنتج أن هناك تواطئا رسميا شاملا، لأن الجميع كان يعلم لاستمرار هذه الانتهاكات. بصفتي متابع لتصريحات السلطة فيما يتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأنها قد انتهت من تنفيذ 19 توصية والباقي جار العمل عليها، أستطيع ومن خلال هذه الحقائق الاعتداءات على شعائر عاشوراء المهينة التي لم ينبري مسؤولا واحدا ليرفع صوته ليوقفها أو ليعتذر على أقل تقدير، لأنهم جرحوا مشاعر أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا الشهر، أعتقد أن الدعوة بأن تنفيذ التوصيات كلام ليس فيه مبالغة فحسب، وإنما فيه مخالفة وانعكاسا تماما عن الالتزام بها، لأن التوصية التي تتعلق بالمصالحة الوطنية تجد كل هذه الاعتداءات هي لإثارة المشاعر المحلية من أتباع مذهب أو طائفة على ربما أتباع مذهب أو طائفة أو على السلطة ذاتها، يعني مما يؤثر على السلامة وحدة اللحمة الوطنية. نحن نعتقد بأن الجهات المسؤولة عن احترام شعائرنا عليها أن تلتزم باحترام شعائرنا وتحافظ عليها، ليس عطية منها وليس تعاطفا منها وليس تكرما منها، وإنما واجبها الوطني من موقع تسنم المسؤوليات الرسمية يجب أن تحافظ على أقل قماشة تتعلق بعاشوراء على بيت أو طريق أو مأتم أو حسينية أو مبنى أو صالة أو مأتما نسويا، هذه مسؤوليتكم أن تحافظوا عليها، وإلا فأنتم تشاركون في جريمة الاعتداء على شعائرنا. هنا يوجد فيديو يؤلم جدا، ويمكن أن يعني تأخذوا نسخة منه إذا انتهينا، يريكم كيف كانت جريمة هدم سفينة النجاة التي قضت مضجع الحسينيين حينما سمعوا أن تم تهديمها، لأنها لم تكن صرحا كبيرا، ولكن تهديم مجموعة أخشاب عليها رسوم يعبر عن بعد من وراء يعني تهشيمها وتدميرها، يعبر عن أنك إذا كنت حسينيا وتحيي عاشوراء الحسين فأنت لست مرحبا بك، وإن لم يكن كذلك فلماذا صمت المسؤولين، بل أسوأ من ذلك لماذا تبرير محافظة العاصمة بالقول بأن ما تم بسبب عدم التزامها بالقانون أو أنها لم تطلب ترخيصا، اعتبرناه عذرا
كان أقبح من ذنب. وشكرا لكم.